المقام الثقافي هو موعد سنوي تنظمه المؤسسة خلال العطل الصيفية لفائدة أبناء الجالية المغربية المتراوحة أعمارهم ما بين 9 و 13 سنة. هذا المقام الثقافي كيتنظم بالمركز السوسيو ثقافي بالقنيطرة، هذا المركز اللي هو تابع لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. هذه السنة كتنظم المؤسسة الدورة 25 اللي كتمتد من 6 يوليوز إلى غاية 20 أغسطس، وكتوزع على 3 مراحل. المرحلة الأولى من 6 إلى 19 يوليوز اللي هي كنعيشوها حاليا واللي فيها 245 طفل. المرحلة الثانية كتمتد من 22 يوليوز إلى 4 أغسطس. المرحلة الثانية اللي كتمتد من 22 يوليوز إلى 4 أغسطس مسجلة فيها 240 طفل. والمرحلة الثالثة اللي كتمتد من 7 إلى 20 أغسطس هذه تستضيف المؤسسة إن شاء الله 255 طفل. الأهداف ديال هذا المقام الثقافي وهو ترسيخ الهوية الثقافية المغربية لدى الأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، تعريف بالثقافة المغربية والحضارة المغربية، وكذلك استمتاع الطفل بعطلة مريحة. الورشات الحالية اللي كتنظم راكم طلعتوا عليها، إذا هذا البرنامج كيكون موجود مسبقا، كتوجدوا المؤسسة مسبقا. هذه السنة هذه كان واحد الورشات جديدة وهما تلك هذاك ليزانسريمون دو ميزيك، آلات الموسيقية، لسوكوريزم و لونفيرونمون، هذه ورشات جديده. اذا هذه هناك انشطه مختلفه كما طلعتوا عليها هذا الصباح. هذا هناك ورشات، هناك انشطه رياضيه، وهناك كذلك خرجات خارج المركز اللي كتكون بمدينه الرباط اللي كيشوفوا المعالم تاع مدينه الرباط، وكذلك هناك البحر، البحر كيمشيو لمدينه سلا، وكذلك مدينه القنيطره كيزوروا بعض الاماكن تما. لي جيت الجمعه وغادي ندوزو هاد السيمانه، وغادي نجلس جوج سيمانين وغادي يبقى لي غير سيمانه. انا عجبني نمشي لابيسين نلعبو، وعجبني نلعبو بلاي ستيشن. اليوم لعبنا الكره، كان عندنا واحد الماتش وربحنا. دو ان شاء الله غادي نمشي ندخل للدار ندوش ونعس، ومراه نمشي نتغدى. ما شي واحدين مزيانين، شي واحدين مش مزيانين، شي واحدين عجبوني. مثلا ملي كنا نلعبو ومشينا للمدينة هادوك اللي عجبوني، اللي عجبتني مشينا للمدينة رباط شفنا شوية.